بالتحديث الاخير للواتس اب ضافوا ميزتين كتير حلوين اول ميزة اللي هي صار فيك تنشئ قناة خاص فيك مثل التليجرام تاني ميزة صار فيك تثبت اي رسالة باي محادثة على الواتس اب اول شغلة بتعملوها بتدخلوا على الابل ستور متجر ابل تتأكدوا انه الواتس اب عندكم على اخر اصدار ان كان البزنس ولا ان كان العادي اخر اصدار الواتس اب البزنس هو 23.25.81 ونفس الشيء نفس الاصدار للواتس اب العادي 23.25.81 بترجعوا بتدخلوا على الواتس اب الخاص فيكم بتدخلوا على المستجدات اللي هن ستاتوس بتنزلوا لتحت على الاخر ببين عندكم القنوات بتدخلوا على الزائد ببين عندكم الخيار الجديد اللي هو انشاء قناه بتكبسوا عليها هون بيعطيكم شرح عن القناه انه ممكن تكون هي بابليك يعني لكل العامة اي شخص ممكن يفوت عندك على القناة وممكن يشوف 30 يوم لورا والاشخاص اللي بيكونوا موجودين بقلب القناة ما بيشوفوا لك رقم التليفون او الصورة الخاصة فيك او اسمك بس الادمن اللي انت بكون معطيه الصلاحية هو اللي بيقدر يشوف رقم التليفون والصورة والاسم لازم تتبع كامل قوانين الارشادات بالواتس اب تكبسوا على كونتينيو اللي هي متابعة هون بيعطيكم تعديل ممكن تحطوا الصورة اللي بدكم اياها بس تكبسوا على التعديل بترجعوا بتحطوا اسم للقناة بالوصف لازم تحطوا وصف خاص فيكم بالقناة بكبس على انشاء قناة وهيك انا انشأت القناة مثل ما بتلاحظوا في عندي مشاركة لرابط القناة في ابعته للعالم ليدخلوا عندي على القناة وفي شركة على الحالة الخاصة فيي مثل ما بتلاحظوا هون تحت الاسم بين عندي عدد المتابعين كم متابع عندي وعندي الاشارة اللي على اليسار اذا بيكبس عليها هي مثل نسخ القناة بيعطيني كل التفاصيل اذا بدي شارك الرابط القناة او ارسله لأي شخص او على اي تطبيق برجع بالسهم لورا واذا كبست على ثلاث نقاط بيعطيني معلومات القناة ومشاركة القناة واذا كنت حابب انا امحي القناة بيكبس على الاسم وبنزل لتحت وبكبس على حذف القناه اذا حذفت هذه القناه ما في ارجع رجعها مره تانية وكمان كل المتابعين بضلوا يشوفوا شو انا كنت حاطط بالقناه بكبس على حذف بدي احط اسم البلد ورقم التليفون لحتى ياكد هيدا الحذف بكبس على حذف وهيك حذف لي القناه الميزه الثانيه اللي هي تثبيت اي رساله موجوده على اي محادثه عندكم بالواتس اب اذا انا دخلت على هيدي المحادثه حابب ثبت اي رساله موجوده قديما مثلا انا حابب ثبت هيدي الرساله مثلا بيكبس عليها كبسه مطوله ان كان فيديو ولا ان كان رابط ولا ان كان رساله ولا ان كان فويس اي شيء بيكبس على المزيد وبكبس على تثبيت هون بيعطيني ثلاث خيارات قديش بدي ثبت هيدي الرساله قدامي اللي هي 24 ساعه او 7 ايام او 30 يوم انا راح اقبس 24 ساعه بعد 24 ساعه بتروح التثبيت مثل ما لاحظتوا هون ثبتت الرساله فوق انا بنزل وبطلع بتضل مثبته فوق الرساله وبس ثبت هيدي الرساله عند هيدا الشخص بهالمحادثه بيجي رساله لهيدا الشخص انه انا ثبت رساله من عنده بس بدي ادخل على هيدي المحادثه فورا بتبين لي هيدي الرساله اللي انا مثبته بكبس عليها فورا بتجيني على الرساله اللي انا ثبتها بكبس عليها كبسه مطوله بيعطيني الغاء التثبيت او الانتقال دغري مباشر للرساله بكبس على الغاء التثبيت هيك انا لغيت الرساله اللي انا ثبتها جربوا هالميزتين الحلوين بالواتساب واعطيني رايكم فيهم وما تنسوا اي شخص عنده مشكله بالايفون اكتب لي بالتعليقات وان شاء الله باسرع وقت ممكن بحاول رد عليه وحل له مشكلته